الندوة التي ينظمها التنسيق الوطني للضحايا مافيا العقار هي في الحقيقة حول الحماية القانونية للضحية في المنظومة الجنائية المغربية بشكل عام، وتحديدا في مشروع قانون المسطرة الجنائية. هذه إشكالية قانونية معروفة مطروحة ماشي غير في المغرب، مطروحة في عدد من الدول اللي كتعرف المنظومة الجنائية ديالها حماية للمتهم في مقابل ضعف هذه الحماية بالنسبة للضحايا. ومع طرح مشروع قانون المسطرة الجنائية للمناقشة تبين اليوم من خلال مجموعة ديال الجوانب في هذا المشروع هذا أن الضحية لا تتمتع بأي حماية في هذا المشروع. لذلك هناك التفكير من طرف عدد من مكونات المجتمع المدني من جهة، ومن طرف الباحثين في القانون والمهتمين بإلقاء الضوء على هذا الموضوع، هذا ديال حماية الضحية في المنظومة الجنائية.